انا كنت سميتي غيزنا رضوان، كنت غادي نتعرض لاغتصاب. واحد جا دخل جالسه داخل، هو دخل فتح الباب ودخل وقال لي ماما راني جبت جيب واحد شري لي واحد القطره. قالت له ماما شري واخا تجيب معاك القطره تشري لي معاك القطره. قالت له قال له فون عليها قال لها واخا نجي. قالت له ما تجيش لك تعجن تلعقك وعطيني القطره. صداق دا جا دار لي في راسو وجا دخل فتح الباب ودخل وجلس مع جلس عطاني القطره وعطاني. قالت له ماما ما تعطيهاش ديك الكينه. قالت ديك الكينه ديال المهدين كتهد الاعصاب. عطاها لي صافي. جاني بحال النعاس صافي. جاو لي الجدرميه جاو لي داوه وانا صافي طحت. سخرت تحت على الحجره صافي. ملي طحت سخف دخلني لجدن هزني دخلني صافي. طات جاوبت مع الجدرمية صافي. كنقول لكم ما تيقوش، راه كاين حالات الاغتصاب دابا. هذا راه العساس ديال السوق، عساس ديال السوق وخايب مسخ صافي. سخف تحت على الحجر صافي. بقيت كنحس براسي بحال ديال الضوء صافي. قد ساعة وانا ناعسة ما يفقت صافي. بقيت كيجيني النعاس. ما انا كنبغي نحاول نفيق كنجيني وليت نعس. ما يفقت في الصباح صافي راسي كيدورني صافي وليت لعبس. انا كنوصيكم ما تيقوش، حتى دابا راه البنيتات الصغار يقدروا يغتصبوا، حتى الرجال الكبار ما بقاش فيهم الثقه. كنوصيكم ما تيقوش حتى ولات حالات اغتصاب. انا عندي 20 سنه وتعرضت لحالات اغتصاب. كنوصيكم ما تيقوش. انا كنشكر دارك الملكة حتى وقف معايا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.